كاين في تاريخ البشرية قصص كثيرة وملهمة، اللي بغى ياخذ العبرة ويستافد من تجارب الناجحين عساه ينجح في حياته ويخلي موراه بصمة واسم يحتفلوا به الناس، وباش ما يكونش مجرد شبح داس فوق الأرض بلا ما يخلي آثار يمجدو ويترحم عليه. فكلنا خلقنا الله باش كل واحد فينا يدير جهده على قد جهده بيان سور، باش يضيف شي حاجة من عنده تنفع البشرية ويكون نموذج تحفيزي لجيله والأجيال اللي جاية من بعده. فخسار الإنسان منا يمضي عمره بلا ما يخلد اسمه ولو بعمل خير يذكروه الناس به بعد الموت. فالذين يخلدون أسماءهم يموتون ولكن تبقى ذكراهم حية خالدة إلى الأبد. وتاريخ البشرية غني بقصص تحفيزية لمشاهير أبلوا البلاء الحسن وكتبت أسماءهم بحروف من ذهب وكانوا مثال وعبرة لكل من يعتبر. وباش ما نطولش عليكم وناخذ كثير من وقتكم، اختاريت لكم قصة من قصص الخالدين. بطل قصتنا اليوم رجل بصير صار عظيما بعظمة وعيه وأخلاقه وتواضعه وكفاحه المستميت من أجل الفقراء والمضطهدين، وقصة لا زالت يتداولها الناس في كل ربوع الأرض. بطلنا اليوم غني عن التعريف، هو المهاتما غاندي ومن لا يعرفه، الزعيم الهندي الشهير بثقافة اللاعب وسياسة المقاومة السلمية، دافع على حقوق المنبوذين في الهند وقاوم الاحتلال البريطاني بسلمية دون سلاح. وفي سنواته الأخيرة دعا الهندوس لاحترام حقوق المسلمين، فمات مقتولا على يد أحد الهندوس المتعصبين بعدما اتهموه بالخيانة العظمى. لبطلنا حكايات كثيرة لا حصر لها، اختاريت لكم منها هذه الحكاية الملهمة بعنوان غاندي والحداء. في يوم من أيام الله كان المهاتما غاندي كيجرب كل جهده محاولا اللحاق بالقطار. كان القطار غادي يتحرك بعد دقائق والبطل ديالنا تأخر على الموعد ديالو بسبب المشاغل والمسؤوليات اللي ما كتساليش، وهو كيجرب باش يلحق القطار اللي انطالق قبل ما يوصل طاحت ليه فردة من صباطو، ما كانش عنده الوقت الكافي يرجع ياخدها، خاف لما يشتش القطار ويضيع الرحلة. وبحركة سريعة وهو كيجري تحنو حيد الفردة الثانية صباطو ولاحها موراه قريبة من الفردة الأولى. صحابه بقاو مستغربين من هذا الفعل اللي دار وهما يسولوه علاش رميت الفردة الثانية في عوض ما ترجع تاخذ الأولى. جاوبهم غاندي بابتسامة هادئة، أولا ما كانش وقت نرجع الفردة الأولى، إذن علاش غادي نحتفظ بالثانية؟ يمكن يلقاها شي واحد محتاجها ولن تكتمل فرحته إلا بوجود الثانية، فردة وحدة ما غتفيدو بوالو، لهذا كان من الحكمة نخلي حدها أختها، وأنا باش غتفيدني الفردة الثانية بلا أختها؟ إذا واحد فينا كان خاصه يستافد، إما أنا ولا هو. العبرة من هذه القصة هي الرحمة والعطف على الفقراء اللي من المفروض يتحلى بها كل الناس. فلو كان الخير في قلوبنا نقدروا نديروا أشياء كثيرة لبعضنا، واخا تكون غير صدفة، اللي ما غاديش ينفعك أكيد غادي ينفع الآخر محتاج ليه أكثر منك. والعبرة أيضا أننا ما نكونوش أنانيين، كنفكروا غير في نفوسنا، فالله خلقنا باش نتعاونوا مع بعضنا، شي يكمل شي، واللي عنده شي حاجة فايضة عليه ما يتأخرش يعطيها الواحد في أمس الحاجة ليها. وإحنا ديننا دين عظيم كيحثنا على باش نكونوا كرماء فيما بيننا، واللي عنده ما يعطي الآخرين يعطيهم بلا حساب وبلا ما يفكر في المقابل، وهكذا نكونوا فعلا خير أمة أخرجت للناس. هدانا الله وإياكم للخير وفعله إن شاء الله. وخير ما نختم به حكايتنا قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العظيم.